فضيلة الشيخ، عندنا ماء خزان وبال في الطفل، كذلك لقينا فار داخل. نعم. خزان ماء بال في الطفل، كذلك لقينا فيه فار، ما رأيك الماء دي تصلح؟ الماء إذا سقطت فيه النجاسة من بول أو عذرة أو فارة أو غيرها مما يكون نجسا ولم يتغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه بالنجاسة فهو طهور، لكن النجاسة ذات الجرم، النجاسة ذات الجرم يجب إخراجها، مثل لو كان عذرة يجب أن تلف من الماء تخرج، فارة تخرج أيضا. لا بد ينزل فيه من يعرف يسبح ويخرجها، لأنه لو بقيت لكان الماء يتأثر فيما بعد، بعد هذا توزق الماء حتى لا يبقى فيه إلا قليل وتخرج. نعم.